مرحبا الله تعالى بركاته. اليوم خاوتي تنقلت لمكتب اي ام اس في ولايه غردايه ورحت جبت عليهم طرد وصلني من الي اكسبرس والذي يحتوي على معالج رايزون سات 5700 اكس. المعالج كما هو معروض امامكم في الفيديو وهو جديد مهما. سوف نقوم بتركيبه مع بعض وسوف نجرب مع بعض تبارك الله. هذا الخردة تاعي اللي راح تشوفوا فيه، هذا اللي راني ندير فيه اللايفات. الله يرزقكم على كل حال. شوفوا فيه غبرة تاع لا أيوا خير. الغبرة هذه المروحة وهذه الرادياتور تاني مغبر. على كل حال مفوت البراغي من عام 62 مكسور. المهم عقب بارك يلا. الرادياتور تاني مقبرة، راح نبدلوها ان شاء الله بعد ما تبعتو لنا سبع ولا زوج. المهم بعد ما نحينا الرادياتور نحي البروسيسور القديم ونركبو البروسيسور الجديد نتاعنا اللي جبناه. بعد ما ركبنا البروسيسور الجديد ما ننساوش نديرو المعجون، معجون البروسيسور اللي يساعد في التبريد، حافظ على الحرارة تاع البروسيسور ولا البرودة تاع البروسيسور. المهم خلطها تصفى وخلاص. المهم عقب برك ركب. المهم نشوفوا تفاصيل الشراء خاوتي. على كل حال انا ما شريتوش من حسابي هذا البروسيسور، شريته عن طريق صاحبي بعث له دراهم قلت له هاك شريه لي من بالكارطة تاعك. يوم بوط يلعب معاه ببجي دائما. المهم على كل حال شكرا. تفاصيل الشراء وقتاش شريته؟ شريته يوم 22 مارس. المهم ضرب شهر باش يلحقني. اليوم رانا لحقني على كل حال البارح ولا البارح. المهم تقريبا شهر كل شهر بعد. هاي تفاصيل شراء 106 دولار نقصوا 12 دولار ديك ولات 106 دولار. اللهم صل على النبي. المهم عندك برك يلا. بسم الله درك نشعلو على بركة الله نزق على الحلو. باه بعد ما شعل خاوتي كما راكم تشوفوا نروحوا للكيسيونير دوتاك ونشوفوا البروسيسور هو اللي مش هو. الحمد لله على بركة الله كما راكم تشوفوا اسم البروسيسور كما راكم الكيسيونير دوتاك وكلش امريكان. اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والتسليم. خاوتنا العزاز ما تبخلوناش بلايك وشير وبارطاج وكلش دير كلش تابعونا ما تغامروش بنا. يلا دمتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.